Gathering event, and I, Yasmine, Diab, I'm the Technical Manager for System Development Gaming Center of Excellence. I'm also the Chairman for IGDA Egypt Chapter. هديكوا بس بريف عن اللي احنا عملناه so far, just for 5 minutes, and we'll start by the sessions اللي هتبقى موجودة معانا النهارده. The Center of Excellence بتاعنا actually, I hope you provide training in game development and game art. احنا we have established a center for 4 years so far. A lot of people هنا موجودين هنا من graduates بتوع التراك بتاعنا. In track, we provide training in both game development, game art. We provide training, and we provide كمان إن إحنا the interns طونا, they should develop games and publish these games على the stores قبل ما يتخرجوا من ITI. وزي ما انتم شايفين samples كتيرة موجودة برا في showcasing. Besides the training that we provide within the 9 month program, we also have established an Egyptian gaming community. اللي وصل دلوقتي عدد participants اللي فيه فوق ال 12,000. This community we are trying to serve it بحيث ان احنا نشوف الناس اللي interested في Egyptian gaming industry في مصر ايه هي المشاكل اللي قدامهم بنحاول نحلها لهم besides the training that we provide. على هامش المشاكل اللي احنا شفناها مثلا من ضمن المشاكل احنا ما كانش عندنا game artists متوفرين في gaming industry في مصر وبالتالي we have established a game artist track within the ITI. We have organized the first national gaming industry summit. We have organized the Egyptian gaming competition 2 years ago. كل ما بنورجنايز ان ايفنت اكشلي بنكتشف ان الناس اللي في الكوميونتي بيزيدوا اكتر واكتر. حاولنا ان احنا مش بس نفضل شغالين لوكالي بس حاولنا ان احنا ناخد اكريديتيشن من جلوبال وايز يعني فذاتس واي وي هاف استابليش الاي جي دي اي ايجيبت شابتر. اي جي دي اي ذا انترناشونال جيم ديفلوبمنت اسوشيشن. احنا طالما ان احنا بقى اكريديتد فروم الاي جي دي اي بحيث ان احنا نميك شور ان اي حاجه احنا بنعملها تكون ماشيه على الورد وايد ستاندردز بحيث احنا ما نمشيش في الاندستري according to what we need in this industry here in Egypt only. الشابتر هدفه ان هو مش بس يسيرف الكوميونتي من ناحيه التريننج ان احنا نوفر تريننج لكل حاجه بتنزل جديده سواء جيم انجنز او بروجرامينج لاندز او سو فورث. لا احنا الهدف كمان ان احنا نحاول نعمل ايفنتس تعمل نتوركينج بين الديفرنت بيرز اللي موجوده في الاندستري هنا. We have been hosting a global game jam for the past 3 years. الجلوبال جيم جام اخر سنه السنه اللي فاتت عدد الناس الجامرز اللي كانوا موجودين في الجام اكشلي وصلنا لاراوند 900 جامر اون سايت. وي هاف ديفلوبد اوفر 80 جيمز. الجيمز دي الهدف منها ان احنا بنحاول نقول للعالم اللي بره ان احنا اكشلي هاف جيمنج اندستري. وي كان ديفلوب جيمز ان 48 اورز اندر ا سيرتن ثيم. اكيد اكيد الجيمز اللي بتطلع 48 ساعه بتبقاش ريلي بولشت جيمز بس اكشلي بتطلع افكار كويسه جدا ممكن تكون السيد فور حد يفتح بيها ستارت اب كومباني ويكمل هيز اون جيم ليتر اون افتر ذا جام. اكشلي دي ببلشرز كبار جدا بيريفيو كل الجيمز اللي بتترفع على الويب سايت بتاع جلوبال جيم جام. واحنا هاف بين ذا لارجست سايت فور ذا باست 3 ييرز من اول ما بدانا هوستنج الجام مصر هي اكبر سايت عالميا في عدد الجامرز اللي بارتيسبيتوا ان ذا جلوبال جيم جام. خليني اقول كمان ان احنا مش بس هدفنا ان احنا كل اللي بنعمله في التشابتر يفيد بس الديفلوبرز او الاندي ديفلوبرز او الاندبندنت ديفلوبرز. وي ار تراينج ناو ان احنا نحاول نسيرف شويه الجيمرز. احنا جالنا ريكوست من نت دراجون. نت دراجون اكشلي هاف ديفلوبت جيم كولد كونكر اون لاين. كونكر اون لاين في ناس كتير قوي في مصر بتلعبها. هم اكتشفوا ان 80% من الجيمز من الجيمرز اللي بيلعبوا الجيم بتاعتهم مصريين. واكشلي هم كلمونا من منطلق ان احنا هم عايزين يعملوا other games ثانيه just for Egyptian gamers. فاحنا قلنا ان احنا we should work with the gamers مع الاندي developers عشان خاطر نوصل ما بين الجيمز اللي بتبقى developed جوه مصر وفي نفس الوقت الجيمرز اللي في مصر محتاجين ايه. و we have collaborated مع 2024 studio. 2024 studio actually they are the graduates from ITI game developer track. الفكره كانت اساسها طالعه ان احنا عايزين نسيرف او نحاول ان احنا نكوميونيكيت مع الاندي ديفلوبرز الموجودين في مصر نشوف الناس اللي شغاله بقى لها سنين وصلوا لايه ومن خلال ده
هنوصل عن طريق الشو كيسنج طبعا اللي انتم شفتوه بره، ومن خلال ده حاولنا ان احنا نقدر شويه اندي ديفلوبرز شغالين بقالهم سنين، في منهم وصلوا ان هم اشتغلوا مع بابلشرز عالميين دلوقتي وحققوا يعني مكاسب كتيره جدا من الموضوع ده، وفي منهم اوريدي هاف ذير اون ستارت اب كومبانيز. فحاولنا ان احنا نورجنايز مجموعه من السيشنز بحيث ان انتوا تسمعوا السبيكرز دول وتشوفوا هم ايه الباثز اللي خدوها في حياتهم عشان يوصلوا للسكسس اللي هم وصلوا له النهارده. What we need او الاوتكم وي نيد فروم ذس ايفنت توداي، ان احنا محتاجين ان احنا يحصل مينجلينج بين الايجيبشن جيمرز اند الايجيبشن اندي ديفلوبرز. ده هيفيد الاندستري جدا، وهنطلع بشويه ريكومنديشنز من للاندي ديفلوبرز وشويه ريكومنديشنز اوسو فور الجيمرز، عشان في الاخر احنا مصر بجد فيها جيمز، احنا مش محتاجين نفضل نلعب الجيمز العالميه بس. اوكي احنا معانا a lot of speakers today، وهنبدا باول سيشن بتاعتنا we'll be talking about fun. السيشن دي هيرنها عمر وحيد is a game critic. I guess ناس كتير منكم بيشوفوا his own reviews على international games, and he was also عمر has his own channel called Game Dozer. So let me introduce Omar to for his own talk. انا عمر وحيد، للناس اللي ما تعرفنيش عمر وحيد، انا اشتغلت قبل كده في اي جي ان ميدل ايست جيم كريتيك، ودلوقتي عندي الجيم كريتيسيزم ويب سايت. الموضوع كله ان انا الفكره كلها ان انا بحاول انشر الفكر بتاعي عن الجيم ديزاينر، الجيمنج نفسه بشكل عام، ايه اللي مطلوب من الديزاينر علشان يعمل جيم ناجحه او جيم انا استمتع بيها او كل الناس تستمتع بيها. النهارده انا هكلمكم عن كونسبت مهم جدا في جيم ديزاين اسمه فن. سؤال what is fun؟ يعني ايه fun؟ ما حدش يديني الترجمه بتاعت انيس عبيد ويقول لي fun يعني متعه، this is ده كلنا عارفينه. بس هي فكره الفن نفسها حاجه لازم تحطها في الجيم ديزاين بتاعك، لازم تعمل لها اعتبار كبير قوي علشان تقدر اللعبه بتاعتك تنجح، وعلشان الناس اللي بتلعب تستمتع بيها، لانه هو ده الهدف في الاخر من الجيم ديزاين. Fun is actually learning. مش learning is fun. احنا دايما بنسمع ان learning حاجة ممتعة، لكن في الحقيقة اصلا المتعة هي learn, to learn something new. طبعا في ناس مخضوضة ده مش حقيقي، وفي ناس دلوقتي بتفكر what the get out of here, you know nothing, اطلع برا مش فاهم حاجة. المهم انا هثبت لكم، يعني مش هثبت لكم الكلام ده لان احنا ما عندناش الاجهزة بتاعت اللي حطيتها على دماغ الراجل المرة اللي فاتت، بس الفكرة كلها انه عايزين نعرف المخ بيشتغل ازاي عشان نعرف يعني ايه الاول فن، الفن ده جاي منين في الدماغ. تمام. المخ عامل زي الصياد اللي عنده كلب، كل ما بيعمل حاجة صح بيديله عظمة بيكافئه. فالفكرة كلها ان احنا كل ما بنتعلم حاجة جديدة المخ بيدينا حاجة اسمها دوبامين. الدوبامين دي ده ادراك مسؤول عن السعادة. يعني كل من الاخر كده كل ما بتعمل حاجة المخ بتعجب المخ بيديك شويه مخدرات عشان تبقى مبسوط. الدوبامين ده المخ بيديه للبني ادم لما بيتعلم حاجه جديده ليها علاقه بالسرفايفل. بس الفيديو جيمز ما بتعلمناش اي حاجه في السرفايفل خالص، يعني انا لو اتعلمت شوتنج في كول اوف ديوتي في اول خمس دقائق في اي معركه انا اول واحد هاخد هيد شوت. في الحقيقه وش اول ما اخرج كده. فليه المخ بيعمل كده؟ هو المخ اصلا مش فاهم، المخ عبيط، مش ملوش دعوه المعلومه اللي انت اتعلمتها دي او الحاجه الجديده اللي انت اتعلمتها دي مفيده فعلا في الفيلد ولا لا وانت بتحارب او وات ايفر. علشان كده الانيمالز بيتعلموا عن طريق البلاي. الحيوانات الصغيره لما تيجي تتعلم بتتعلم عن طريق اللعب، بيلعبوا مع بعض. الفكره كلها ان هم بيحاولوا يعملوا بوش للفيزيكال ليميت بتاعهم في سيف انفايرمنت، ان انت ما تتعاملش مع وحش بتحاول يصطادك او العكس حاجه انت بتحاول تصطادها، انت بتلعب مع اخوك الصغير وات ايفر بقى. فالفكره كلها طب ليه التعليم في المدرسه مش فن زي جوه الالعاب؟ يعني ليه احنا دايما بنكره التعليم اللي جوه المدرسه مع ان فن از ليرنينج؟ فيبقى النظريه بتاعتي غلط. لو فن از ليرنينج طب ما احنا بنليرن في المدرسه وما فيش اي نوع من انواع الفن. الموضوع هنا يرجع لحاجة في الجيم ديزاين نفسها هبص عليها دلوقتي. الجيم is just abstract of reality، يعني هو عبارة عن الجيم بتاخد كونسبت من الموجود في الواقع
تقللوا الحاجه تقدر تبرمجها والبرنامج ده تحطه على في لعبه بشكل فيجوال والناس بتاخد اللعبه دي تفهم السيستم اللي جواها تجرب السيستم السيستم ينجح في ان انت تعدي عقبه معينه هنا بيحصل الفن هنا انت اتعلمت سيستم معين واستخدمته ونجحت في استخدامه فالمخ بيفتكر ان انت اتعلمت سرفايفل سكيل فيديجي الدوبامين بتاعك طب ليه ده ما بيحصلش في المدرسه الكونسبت بتاع الابستراكتس يعني الابستراكشن بتاع الجيمز الفكره ان انت بتقلل الواقع لحاجه تقدر تبرمجها وناس تقدر تستخدمها في لعبه معينه بيدي حاجه اسمها اللوسري اتيتيود اللوسري اتيتيود ده معناه ان انت بتبقى في كونفاينز بتاع عالم مش مرتبط بالواقع شغال بالقواعد بتاعته وملوش عواقب ما ينفعش تفشل بيبقى فشل مجرد ان انت بس يجي لك كلمه جيم اوفر علشان كده الناس لما تيجي مثلا تلعب شطرنج وتخسر ما بيحسوش بالازمه اللي بيحسوها لما يسقطوا في الثانويه العامه مثلا لانه لو سالته انت فشل يعني انت خسرت الجيم ده هيقول لك انا بلعب فور فن دي معناها ان هو لسه بيتعلم صح فهي الفكره كده الفكره في اليوسري اتيتيود انه الالعاب بتخلق لنا العالم اللي فيه نقدر نتعلم من غير كونسيكونسز من غير عواقب من غير ما نفشل لاننا بناخد المدارس تو سيريسلي عمرنا ما هيكون فيها فن مع ان ده ليرنينج وده ليرنينج برضه وات ايلس ايه غير الفن او ايه الحاجه غير الليرنينج اللي موجوده تقدر تدينا فن انا شخصيا ما اعرفش لكن الكيف انك تعرف ازاي تخلي اللعبه بتاعتك تستمر او تنجح في انك تدرس السايكولوجي بتاعت البني ادم ان انت تدرس الانستينكتس اللي احنا بنتحرك بيها يعني مثلا اللعبه دي لعبه ليج اوف ليجندز انجح لعبه نزلت لحد النهارده اللعبه دي بتعمل بليون دولار في السنه اللعبه دي محققه اعلى انتشار في العالم اللعبه دي كل الناس بتلعبها تقريبا ليج اوف ليجندز عملت النجاح ده بسبب صوره انا هوريها لكم وعايزكم تتخيلوا ليه الصوره دي بتتكلم عن نجاح ليج اوف ليجندز انا عارف الغوريلتين بيتخانقوا على الشاشه الغوريلتين دول بيعملوا ايه الفكره كلها دي حاجه اسمها البرايميتس لما يكون في قبيله من الغوريلات لازم يكون في غوريلا فيهم هي اللي تمسك كل حاجه هي دي القائد بتاعها فالفكره كلها ان الغوريلات الكبار اللي موجودين في كل قبيله بيتخانقوا مع بعض لحد ما يكتشفوا مين افضل واحد فيهم الموضوع ده موجود في غريزتنا احنا كبشر برضو ان احنا بنحاول نثبت ان احنا الالفا ميلز الافضل المجموعه بتاعتنا هي اللي دايما بتنتصر واللي احنا ماسكين الطير فدي حاجه غريزيه موجوده جوانا وبسبب الغريزه دي كلنا نقدر نلعب ليج اوف ليجندز ونستمتع بيها بالذات الولاد لان الحاجه دي مش موجوده قوي عند البنات قد الولاد فعلشان كده اللعبه دي ناجحه انها بتلعب على انستنت حاجه غريزيه موجوده جوانا فهي الفكره كلها ان احنا ايفون مونكيز يعني احنا شغالين على نفس الليفل بتاع الانستنكت الموجود عند اي حيوان تاني بس هي الفكره كلها ان احنا معانا تكنولوجيا ونقدر نتعلم بيها ونقدر نشتغل بيها على الاحتياجات بتاعتنا الاساسيه او الغريزه اللي احنا عايشين بيها هي الفكره كلها ان احنا معانا تكنولوجيا لكن في استخدامنا للتكنولوجيا دي ماشيين بنفس المستوى الغريزه ده كده السويتش بتاعي ده كده البرزنتيشن بتاعتي النهارده شكرا لحسن الاستماع لو في حد عنده سؤال على الموضوع الديبيت هعمل ديبيت بانل كانت بعد ما الناس تخلص السبيتش بتاعتها بس هحتاج حاجه واحده بس ان محتاج جيمر واحد يطلع يلعب الالعاب اللي انا هقول عليها دي مع عمر في لعبه اسمها فالينت في ابل داي ومع نورهان اللي هتلعب برضه معايا الديبيت هتلعبوا لعبه اسمها كيس تو سكسس ومع باشمهندس محمد عزة هتلعبوا لعبه ايجيبشن سنت بس اللي هيلعب الاربع العاب دول هيشترك معانا في الديبيت شكرا جزيلا باك تو ياسمين اوكي next session ان شاء الله يبقى معانا مصطفى عاشور Mustafa actually started his own career life as software engineer in IBM. Mustafa is an expert in startup companies and any incubation team. He has developed his own game engine for games. Mustafa has two US patents also.
مصطفى النهارده هيكلمنا عن his own book اللي كتبه على التجربه الخياليه اللي هو كتبها. اوكي ويلكم مصطفى. عارفين الايفون اب رقم واحد في مصر بتعمل كام؟ تكسب كام في اليوم؟ طيب انا مش هجاوب على السؤال ده دلوقتي، مش هجاوب على اخر السيشن. هكلمكم شويه اقول لكم بس انا مين وبعمل ايه. يمكن ياسمين قدمتني احسن كتير من غالبا اللي انا هقوله. بس بسرعه كده، انا اشتغلت في اي بي ام لفتره. بعد اي بي ام خرجت عملت ستارت اب قعدت فيها 3 سنين اسمها خيال انتراكتيف انترتينمنت. خيال از ا جيمنج ستارت اب. عملت 2 مين برودكتس، واحد مشهور سنه وواحد مش مشهور قوي. الاولاني كان فيزكس انجن، انتوا كلكم جيم ديفلوبرز غالبا مش محتاج اقول ده ايه. فيزكس انجن باختصار هو كومبوننت مسؤول عن حركه الاجسام جوه الجيم بحيث انها تتحرك بشكل واقعي اكوردنج للفيزكس رولز يعني. والبرودكت الثاني هو كان ابو حديد. وانا ابو حديد كانت واحده من اوائل الجيمز 3 دي جيمز اللي بتتعمل في مصر الكوميرشال جيمز اللي نزلت اكشن في السوق. كان في حوالي 2006. بعديها رحت مايكروسوفت قعدت حوالي 5 سنين في مايكروسوفت وخرجت تاني من مايكروسوفت فتحت